وهذا السؤال، لماذا ذهبت الإمارات وحيدة دون أشقائها العرب؟ لأن لكل دول ظروفها، لكل دول ظرفها. الإمارات لها رصيدة ومصداقيتها، ولا أنا أستطيع أقول بأني أنا أبغي أوصل لهذا النوع من الاتفاق. لكن هل بتي معاي؟ هل أنت بتي معاي؟ كل واحد بعدين بيقول لك أنا أشوف أن الفكرة جيدة لكن اسمح لي ظروفي الحالية. فنحن أعتقد حققنا شيء في صالح عام، وربطناه بشيء مثل ما قلت فيها أخذ وعطى. عطينا شيء ولكن أخذنا شيء، وأعتقد البناء عليه ضروري بعيدا عن المزايدات وبعيدا حقيقة عن المواقف الخشبية.